نحن الذين علمناهم وأخرجناهم من ظلمات العصور الوسطى. ولتعلمي أنه كان في العصور الوسطى وفي فترة من الفترات فرض البابا على القساوسة وعلى المسيحيين لعن ابن رشد ولعن كل من يقرأ فلسفة ابن رشد. وهذا هو الحضارة الغربية التي تتشدقين أنت أو غيرك بأنها حضارة الحرية، حرية التعبير إلى آخره، وأصبح لعن ابن رشد ولعن من يقرأ فلسفته تعبدا عبادة. ثم كانت النتيجة في النهاية أن أصبح ابن رشد الفيلسوف المسلم هو رائد النهضة الأوروبية، وقامت في الجامعات الأوروبية كراسي لدراسة فلسفة ابن رشد. وإن كنت سمعت في تاريخ الفلسفة شيئا أو قرأت، أتعرفين الرشدية اللاتينية؟ تسمعين عنها؟ هي التي نورت أوروبا، وكانت أوروبا غارقة في الظلمات لولا المسلمون في الأندلس. وأنت تعرفين جيدا من المتعصب الذي أباد الآخر عندما قدر عليه. هل بقي مسلم في الأندلس يوم استطاع فرناندو وإيزابيلا أن يسيطروا؟ ماذا صنعوا؟ خيروهم إما بين التنصير والتهجير في البداية، أو بين التنصير والقتل، وأبيد المسلمون من الأندلس إبادة كاملة. طيب، كما صنع الأمريكان مع الهنود الحمر. طيب، كي نبقى في الموضوع، هل تعتقد أن التاريخ يعيد نفسه الآن بخصوص الصراع بين الحضارات؟ بجملة واحدة كي ينتقل إلى الدكتورة. دكتور فيصل، باختصار بجملة واحدة. أولا، صراع العقائد في تاريخ البشرية لن يتوقف ولن يتوقف. السؤال هو من الذي يبدأه؟ ربنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والهدف من الصراع، إن صح الدفع، صراع الدفع هو منع الفساد من الأرض واقتلاع جذوره. أما الذي يفعلونه، أما الذين يبادرون بهذا الإفساد فهم الذين يعتدون، ومن حق المعتدى عليه أن يدفع عن نفسه بكل ما يملك. جميل جدا دكتورة، تفضل. أولا، لا ينبغي إسقاط تصرف مسلم على الإسلام ولا تصرف مسيحي على المسيحية. هناك قنوات في أمريكا أنت تعرفينها ليس لها مهمة سوى النيل من الإسلام وتجريح الإسلام والطعن على الإسلام وتجريح كل مقدسات الإسلام. هذا عندك ليس عدوانا على الدين ولا حرية الآخرين ولا على حرمات الآخرين. ثم أي تطرف تتحدثين عنه وعندك بوش أكبر متطرف وأكبر إرهابي في التاريخ، وإرهابي لم يقف عند استخدام عصا أو بندقية أو حتى الطائرات التي ضربت البرجين، وإنما استخدم كل ما في الترسانة النووية الأمريكية وما يتبعها في حرب الخليج، وأباد شعبا بأسره وأخرجه من سياق التاريخ. ما ذنب أفغانستان ليذهب ليدمرها؟ ثم ألا تدركين الازدواجية والنفاق؟ كان الإسلام أيام للحرب الباردة وأيام خاض الأفغان الحرب ضد الاتحاد السوفيتي كان الإسلام حليف الغرب، وكان الإسلام هو الدين الرائع الإنساني صاحب القيم. ثم عندما انتهت اللعبة وانتهى الاتحاد السوفيتي وخرج من الصراع، ماذا كان يجري بين الاتحاد السوفيتي والغرب؟ صراع ايديولوجي، صراع حضارات، وصراع ثقافات، وصراع مذهبيات. حين سقط الاتحاد السوفيتي ظهر وجه الغرب القبيح على حقيقته، وقال تاتشر وقالوا في منتدياتهم: انتهى العدو التاريخي للغرب الشيوعية، وصعد العدو الأزلي الأبدي وهو الإسلام. هل نحن الذين فرضنا الصراع؟ هل نحن بادرنا به؟ من قال إننا نحن المسؤولين عن تفجير هذه اللعبة؟ الغرب. وبوش يتخذ الآن من حكاية الحرب على الإرهاب غطاء، هي حرب على الإسلام، وقالها صراحة لا تحتاج إلى تأويل، فلتكن حربا صليبية
وهو يخوض حربا صليبية، وأنت تعرفين أن وراء هذا الصهيونية المسيحية الغربية المتطرفة التي تهيمن على مقدرات أمريكا وعلى مقدرات القرار في أمريكا، وهي التي تصوغ السياسة الأمريكية، وهي التي تحرك كل شيء، تعرفين هذا جيدا. فمن الذي فجر الصراع ومن الذي بدأ به؟ من المعتدي ومن المعتدى عليه؟ أمطلوب منا أن نهاجم في عقر دارنا؟ أفغانستان محتلة، العراق محتل، الخليج محتل، ثروات المسلمين تحت القبضة الأمريكية، ثم دولة الكيان الصهيوني الغاصبة، من الذي أقامها؟ من الذي أمدها بأسباب البقاء؟ من الذي يضمن لها التفوق على العرب مجتمعين؟ من الذي يحميها من القوانين الدولية ويمنع تطبيقها عليها؟ من الذي يجعلها تنفرد في المنطقة بامتلاك سلاح الردع النووي؟ ثم إذا حاولت إيران بناء برنامج سلمي نووي تقوم الدنيا ولا تقعد. أقول لك لتعلمي، عند الغرب محاذير ثلاثة محرمة على المسلمين لا يمكنون من الاقتراب منها. أولها بناء قوة ذات بأس في أرض الإسلام ممنوع، وضرب المفاعل النووي العراقي عام 81، والهجمة على البرنامج النووي الإيراني، ومنع إيران ومنع العرب والمسلمين من بناء قوة ردع تواجه قوة الردع اليهودية في فلسطين، هذا يدخل في نفس المبدأ. طيب. ثم منع قيام أي نظام يحكم باسم الإسلام في أي بلد إسلامي، والترويج للعلمانية التي يروج لها كثيرون، ولا أدري أكنت منهم أم لا، يراد بها إقصاء الإسلام جملة وتفصيلا عن الحياة، والإسلام ليس علاقة بين الإنسان وربه كما فهمت. إن كنت مسيحية فهذا مفهومك عن الدين، وإن كنت مسلمة ففهمك طيب خاطئ. طيب. الأمر الثالث منع وحدة المسلمين تحت أي توجه في الوقت الذي يتكتل فيه العالم شرقا وغربا، تتوحد أوروبا، الولايات المتحدة موحدة، أمريكا الجنوبية تتوحد، جنوب آسيا يتوحد، المحرم عليهم أن يتوحدوا العرب والمسلمون، ليظل تقسيم أرضهم بمنطق سايكس بيكو إلى الأبد، يجعلهم شظايا متناثرة يسهل قضمها وابتلاعها كما هو حدث الآن. دكتورة سمعت هذا الكلام، لا أعتقد أنه لديك رد على كل هذا الكلام. بموضوع صراع الحضارات، قدم لك كل هذه الأمثلة التاريخية والحاضرة، من الذي يصارع الآخر؟ من الذي يفرض الصراع؟ صراع الهيمنة وصراع السيطرة وصراع كذا. أرجوك.